مرة أخرى الشراب وجريمة بسبب الشراب. الشراب وما أدرك ما بالمصائب اللي كيتسبب فيها، شحال من روح طاحت بسببه، وشحال من صاحب فقد صاحبه بسبب الشراب بعد ما ذابت المحبة وتغيس الوئام بيناتهم، وبعد ما لعب الشراب دماغهم وبين ليهم الطريق كلها حفار يطاحوا فيها بجوج. هاد الكلام ماشي غير زايد أو خطبة مني، لا يا أخوتي، هذا هو الشراب وراه كيلعب بنادم وكيتسبب في جرائم بشعة كما هذه اللي غادي نحكي ليكم عفوا عليها، وهي الجريمة اللي وقعت بالمنطقة الشاطئية ديال مانيسمان بمدينة المحمدية، ووقعت نهار 8 أغسطس 2020 مع الفجر، وما بجوج صحاب ما كانوش كيتفارقوا، المحبة بيناتهم كانت دايمة وما في ذلك نقاش، لكن الشراب غادي يفرقهم. واحد مشى للقبر والله يرحمه ويصبر العائلة ديالو على فراقه، والتاني راه في الحبس كيسوفري وغادي يدوز شي سنين فين غادي يعرف معنى الحرية والطعم ديالها. الصحابية الخوت شراو شي قريعات ديال الشراب ليلة السبت، قالوا الويكاند هذا يشربوا ويتنغموا، والله يلعن بوه نغم هذا، والله ينعل بوه الشراب. تفرضوا بعضياتهم وشراو شي قريعات وهزوا ريوسهم ومشاو لديك المنطقة الشاطئية الزوينة اللي سميتها مانيسمان، الجو فيها زوين ومعه كتحلى الجلسة مع الحباب، الليل كله دوزوه كيستمتعوا بهدوء البحر والجو الزوين. كبلية وزيد سقيني ها قرعتي وها قرعتك، وقد ما القراعي كيتقرقبوا ولا دوز كتزاد والريوس كيشخدوا حتى لعب الشراب بالريوس، وبانت الفهمات بين الصحاب وهما بجوج من نفس الحي وغادي يفرقهم الشراب. مع الفجر تقريبا الناس كانوا كينوضوا يصليوا الفجر، وهما مازالين حاطين رجلين فوق الرملة على إيقاع الموسيقى والأغاني الشعبية والقصنية قادة، والقراعي ما بغاو يتسالوا، وخا القدرة ديالهم يعني ديال هاد الصحاب ما بقاتش على حفظ التوازن، تسالات ونفدات قبل ما يوقع شي سوء تفاهم بيناتهم والسبب شمن الموسيقى غادي يسمعوا ليها. واحد فيهم بغى شي اغنيه والتاني بان ليه العكس، خلي الاغنيه، لا انا بغيت وحده اخرى على اغنيه نوضو روينا. ما بقاتش غير السبان والعين الوالدين، كل شي ضاع في رمشة عين، ما بقات صحبه ولا ديك المحبه اللي جمعتهم طيله سنين طويله من اللي تعرفوا وهما ولاد لنفس الحومه. يا ريت لو كان الطرح بقى غير في السبان، الصحاب تشابكوا باليدين وبدات بنيه، ضرب وحدفين تجيك بلا الى راهم بحال عفوا الى راهم شي حلبة ديال الملاكمه. وطبعا ملي كيتغلب شي واحد كيحاول يقلب على شي حاجه باش يرد الاعتبار لراسو، وهذا الشيء اللي وقع، والله ينجيكم اخوتي من بحال هاد المواقف. واحد فيهم شد قرعه الشراب خاويه وضربها مع الارض حتى تهرسات، استعملها سلاح باش يواجه صاحبه ملي شخط الطرح بيناتهم. ضرب صاحبه ضربه خايبه في عنقه، والضربه كانت بحال الا ذبحو، والسيد طاح قدامه على الرمله كيتمرغ في دمه، خلاه وهرب لضربه، لا حول ولا قوه الا بالله. الصحاب ماشي ينقذ صاحبه، او على الاقل يهزو للسبيطار لعله وعسى يعيش، خلاه تما كيواجه المصير ديالو بوحدو وهرب. صافي نسى كل شي، نسى المحبة والصحبة والكلام المعسول. شفتو الصحبة كيفاش تلات بيها من اللي لعب الشراب بالريوس؟ الشراب صعيب يا الخوت. شي واحد كان دايز في الصباح في ديك الشاطئ، من اللي لقى الضحية ممدد على الأرض، وهو اللي اتصل بالبوليس قبل ما تجي سيارة الإسعاف ويتهز لقسم المستعجلات ديال المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله بالمحمدية، لكن السيد مات في لابيلانس حيت نزف دم كتير من قبل. جثة تهزت لامورغ باش تشرح من طرف الطبيب الشرعي، والبوليس فتحوا بحث باش يعرفوا شكون قتل الضحية، والبحث بدا من محيط هاد الضحية اللي عين الجثة ديالو بلامورغ قبل ما تشرح. لغز الجريمة دغيا تفك، اللي قتل الضحية ماشي شي واحد غريب، هو صاحبه، حيت هو اللي كان معاه في ديك الليلة والناس شافوهم بجوج. الصاحب تشد وبدا السين وجيم ديال لابيجي، السيد قر ومعدبش البوليس،
قرب كل شيء، حكى لهم شنو وقع في ديك الليله اللي بغى فيه اللي بغاو فيها بجوج باش ينشطوا ساعة الشراب، هجروا لهم بجوج، لعب لهم بالراس، وعلى الموسيقى خسروا كل شيء. واحد مات والله يرحمه، والثاني مدفون بالحبس والله يفرج عليه. هكذا سالت هذه القصة، وشكرا جزيلا على الاهتمام ديالكم، وخليكم ديما كثيرين في التفاعل مع الشيء اللي كنشروه في قناة مروكن كريم تي في، وما تنساوش الاشتراك بالنسبة للذين لم يشتركوا بعد، والشكر موصول لكم جميعا، خاصة بالنسبة للمشتركين الذين يتفاعلون. وبلا ما ننسى أي واحد يمر بالقناة ويبسم على مروره ويبدي الملاحظة. وإلى قصة أخرى وفيديو آخر، دمتم أوفياء للقناة، والشكر موصول لكم جميعاً.